قول لي أزمة الحكام إيه النهاردة في اتحاد الكورة؟ طبعا انت كل الناس شافت النهارده المشهد وشافت الفيديوهات. يعني هقول لك على حاجه، هو زي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه. المشهد بيقول لك ان احنا ما عندناش لجنه حكام. بص، يعني لو في قول لي لجنه حكام، قول لي التفاصيل الأول، وقول لي الخبر إيه اللي حصل، وبعد كده نعقب. ماشي هقول لك التفاصيل. هو طبعا الحكام النهارده اللي راحت دول كلهم حكام كانت بتلعب في الدوري الممتاز المواسم الماضيه كلها، فجأة لقوا نفسهم بره التصنيف، أو التصنيف اللي عملوه لجنة الحكام، يعني اللي هم أعلنوه على صفحة اتحاد الكورة. لكن طبعا هتسألني هتقول لي هم عندهم حق ولا لا؟ هقول لك هم عندهم حق، لأن التصنيف أصلا في مجاملات كتيرة جدا، وفي ناس لعبت ماتش واحد وقال لك دول موجودين في التصنيف، والناس اللي كانت موجودة النهاردة دي يعني عايز أقول لك بيلعبوا في الدوري بقالهم سنين طويلة، واجروا الاختبار زيهم زي الناس اللي موجودين، فما كانش في مبرر ان هم يكونوا خارج التصنيف. والتصنيف اصلا اللي عمله او اللي اختار مش بريره، هو الناس اللي مع بريره. تمام؟ فده ده كانت يعني ده كانت طلباتهم. هم كانوا عايزين يروحوا يقابلوا رئيس لجنه الحكام بريره، لكن ما عرفوش يقابلوه. هو كان فوق فعلا في لجنه الحكام، لكن ما حدش نزل لهم الا مؤخرا، يعني بعد فتره طويله كابتن محمد فاروق نزل لهم وقعدوا مع الاستاذ جمال علام، والاستاذ جمال علام وعدهم ان يوم الثلاث ان الامور هتتحل، وهيبقى في جلسه ثانيه مع جنينه والتصنيف هيتعدل. ومن ضمن الجلسه يعني الحكام لما بيتكلموا، ودي الحاجات اللي عرضوها على الاستاذ جمال علام، قالوا له ان التصنيف ده تم تعديله اكثر من مره، يعني بناء على ان في حد بيتكلم لحد او حد بيتدخل لحد، يعني يعني اعضاء خلاص. مجالس ادارات ممكن، او ناس علاقتها قويه باعضاء في لجنه الحكام، فبالتالي بيتم تفضيلهم على حكام تانية ممكن يكونوا شاركوا مباريات اكتر. مظبوط بالظبط، كده وده ولا حصل انا على غلطان؟ فكرة. لا لا مظبوط، كلامك مظبوط، وده حصل على فكرة في التصنيف وحصل في المعسكرات برضو. عندك مشكلة كبيرة برضو حاصلة، وأنا عايز أقول لك إن في معسكر فار كان شغال النهاردة، المعسكر انتهى النهاردة. يعني لا يعقل أبدا إن في معسكر يعني متخصص لتقنية الفيديو من غير أجهزة. يعني وده على فكرة عشان بس نبقى الناس ندي كل واحد حقه، لجنة الحكام أصلا ما طلبتش الأجهزة اللي هي المفترض تبقى أجهزة التدريب، لا لأن يعني ما فيش ثواني حاجة. بس، ثواني يا كابتن محمد، يعني هم في لجنة الحكام عملوا معسكر لتقنية الفيديو من غير الأجهزة؟ معسكر 4 أيام نظري. نظري؟ نظري، وده مش موجود في هم التحكيم لما أصلا. بيكونوا في غرفة الفار بيطبقوه نظري ولا بيطبقوه عملي؟ لا طبعا عملي، وخصوصا عايز اقول لك حاجه كمان، ان الاجهزه موجوده ومفيش مبررات، فالاجهزه سهل جدا ان انت يعني تقدر تجيبها وتتعامل بيها في اثناء التدريب، وده على طيب فكره هي تقلل الأجهزة كتير. دي، متوفرة هنا في مصر اللي هي من الموسم اللي فات، ولا أساسا مش موجودة؟ لا موجوده موجوده وبنشتغل بيها عادي، دي اجهزه التدريب عادي موجوده، ودي طب ما هو هو ده ازاي اللي انا اتحاد بقول لك. الكورة سمح بأن يكون في معسكر لتقنية الفيديو بدون أي تطبيق عملي؟ هنا بقى المشكلة الكبيرة بقى، هل هنا في حد بيشرف من مجلس إدارة اتحاد الكورة على شغل لجنة الحكام أو على شغل الراجل الأجنبي؟ يعني من الواضح إن مفيش حد بيشرف عليها وحد بيقول له أنت بتعمل إيه؟ لأن يعني النهاردة إن أنت تعمل معسكر وتكلف الاتحاد مبلغ وقدره وتعمل معسكر فار من غير أجهزة، معسكر فار نظري، أنت كده المعسكر هيبقى كأنك مردوده صفر. تمام تمام كابتن محمد، أنا بشكرك طبعا. ودي أزمة الحكام قبل بداية الموسم، واضح إن احنا هنشوف موسم ربنا يستر عليك.